الموضوع الحقيقي. الشباب واحد من المحاور المهمة، مظبوط. والشباب في مشكلة. يعني هل تمام. يشعر خالد عبد العزيز أن هناك مشكلة في اندماج الشباب المصريين في السياسة وفي الـ 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 وفي في القضايا الوطنية؟ طبعا مما لا شك فيه الشباب مش يعني مش مندمج قوي في السياسه. الشباب المصري من وجهه نظر يعني هم كانوا ثلاث اجزاء بالنسبه له، هو اهم حاجه الرياضه والفن والامور الدينيه. بس ده مؤخرا، لان احنا شفنا 2011، شفنا 2013، واحزاب كتيره اسسها شباب. فاحنا بنتكلم ان كان في حركه سياسيه نشطه لحد مثلا 2015. دي وجهة نظر حضرتك. انا يعني انا شايف كان في شباب، لكن ما اقدرش اقول ان الشباب المصري اللي اعداده بالملايين كان منخرط بهذا. في طبعا مجموعة من الشباب مهتمة بالسياسة 100%، وما زال في مجموعة من الشباب مهتمة بالسياسة، لكن لو تيجي حضرتك تقولي القطاع العريض او النسبة قد ايه، اقول لحضرتك لا احنا لسه مش ما عندناش الاعداد اللي انا احب انها تكون عندنا. ازاي نقدر نخلي الشباب ينخرط في السياسة؟ عشان هم دول عصب. لو انا عايز حزب يبقى لازم يكون فيه شباب، فازاي وما فيش سياسة في الجامعة؟ احيانا يعني بيتعرضوا لمضايقات، ازاي نقدر نعمل ده؟ وجهة نظري انه الامور ديت لازم تبدأ الاول، وده يعني كنا بنحاول نعمله بالمحليات. المحليات قانون المحليات احنا بقالنا من سنة 2008 تقريبا ما عندناش انتخابات في المحليات، والمحليات دي بنتكلم في نص مليون حد ممكن يكون موجود فيها، فممكن يترشح عدد كبير يعني فيها. فانا شايف ان احنا بداية هذه الامور ان احنا نعمل انتخابات محليات ونتيح فيها الفرصة لعدد كبير قوي، وكمان اهم حاجة ان الناس تتأكد ان الانتخابات نزيهة والحرة والارقام اللي طالعة مظبوطة والارقام اللي طالعة تدل فعلا عن رأي الناس في الامر. اذا حدث هذا الامر شوية ربما ده يكون بداية لان الناس تقدر تنشغل بالامور السياسية، لان انا بشوف شباب كتير جدا نفسه يخدم ونفسه يدخل الامور ديت ونفسه يخدم قريته ونفسه يبقى هو يعني لحد ما يعني بداية انه يكون هو النائب عن القرية ديت في المستقبل.